وعلى بركة الله نبدأ. طبعا يا إخواتي الكرام والأعزاء، الشرع بيطلب إجراء بعض المحادثات المنفردة مع الزوجين قبل إتمام الإجراءات، وهذا لأن ما أنتم بصدده حلال، ولكنه أبغض الحلال، فأبغض الحلال عند الله الطلاق. وبناء عليه فليسمح لي السيد سيف. تفضل. مش تراجع نفسك يا اخ سيف؟ لسه قدامك فرصه لل لا وسمحت يا مولانا، يا ريت تخلص. تفتكر 10 سنين؟ بفكر 9 سنين منهم وتسع شهور ان انا عايزه اتطلق. ممكن اغير رايي في 5 دقائق يعني. المرحله التاليه مرحله المحكمين. محكم من طرف الأستاذة ومحكم من طرف الأستاذ، يكون مشهور عنهم الحكمة والتحلي بلطائف الأخلاق وترجيح العقل. مستحيل، دي بنت ما تتعاشرش يا عم. طلق إيه اللي هيولع بجاز وسخ؟ إنه في يوم بتاريخ حضر السيد سيف الدندراوي حسين المولود بتاريخ 25 أكتوبر 77. كنت متأكدة أنه برج العقرب. بجهة شبرا مصر. وجنسيته مصري وديانته مسلم ومهنته مدير مصنع نظيمة للملابس. والسيدة فاتن أمل حربي المولودة بتاريخ 3 يناير 80. بجهة الجيزة. وجنسيتها مصرية وديانتها مسلمة ومهنتها موظفة في شهر العقاري. وقررا أنهما دخلا ببعضهما وعاشرا بعضهما معاشرة الأزواج ويرغبان في الطلاق الآن. يا ست فاتن، أنت أخذت مؤخر الصداق المسمى بينكما في عقد الزواج؟ 1000 جنيه من 10 سنين، فبلاهم يعني. لا يا حبيبتي، ما بلاهمش. فضالي أهو 1000 جنيه، إحنا ما بناكلش حاجة على حد. هو ينفع يا مولانا في القانون والشرع إن أم الزوج هي اللي تدفع المؤخر؟ يا ست ميسون، ربنا يصلح حالك، إحنا بنهدي النفوس. لا، ما أنا بهدي أهو. يا ست فاتن، أنت أخدتي شهور عدتك؟ وإيه لازمتها الأسئلة دي يا مولانا؟ ده الشرع والقانون يحتم بيانها مع كل الحقوق والواجبات قبل إجراء الطلاق. و دي تبقى عدتها كام؟ دي بقى تتفقوا فيها بينكم وبين بعض او في المحكمة. يبقى في المحكمة. عدتها ملزمة منك يا استاذ سيف طوال 3 شهور العدة، وطالما انتم موجودين في بيت واحد. يعني ايه في بيت واحد؟ بقول على الشرع. لا معلش، ثانية واحدة، الكلام ده بجد؟ بجد وعلى الشرع، بس انا اللي متنازل.